حياه كريمه. احنا قلنا يعني بدانا من سنتين يا دكتور مصطفى، مش كده؟ من سنتين. لكن احنا لقينا ان احنا محتاجين ناخد خطوه، يعني مش خطوه، قفزه كبيره قوي. إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجاً، حياة كريمة. يبقى اللي مسؤول عن كل مركز، سواء كان من القطاع المدني أو من القطاع العسكري، يكون موجود معانا. لكن احنا لينا لقاء آخر، مش كده دكتور مصطفى؟ لنا لقاء آخر. أرجو أن كل مسؤول يبقى قدام مني بالاسم، بمجموعة العمل بتاعته اللي خاصة بال 52 مركز دول. الريف في خلال الثلاث سنين دول، ونخرج منه حاجة تانية خالص. مصر تانية.